بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الهرري رحمه الله تعالى عليه: في هذا العصر من أفضل الأعمال إنقاذ الناس من الكفر. بعض الناس من جهلهم يظنون أنهم مسلمون وهم كفار. العناية بالتوحيد في هذا الزمن من أفضل الأعمال. الاشتغال بتعليم علم التوحيد وتعلمه من أفضل الأعمال. والحمد لله رب العالمين.